سؤال محرج بالشخصي. أكثر إشاعة أثرت عليك سلباً كمصباح الأحدب بحياتك؟ كلام سخيف يعني طبعاً هذا ما بيأثر لأنه ما مزبوط. اختيار محرج للرئيس الشهيد رفيق الحريري، رئيس الشهيد رشيد كرامة. من قتل رفيق الحريري؟ الوزير جبران باسيل، الدكتور سمير جعجع. أنا لا مع هالخط ولا مع هالخط. الأقرب. المملكة العربية السعودية، تركيا. يا أخي أنا كأبن طرابلس اليوم بعتبر تركيا أقرب من السعودية. المنظومة القائمة عم بتقله للمسلم سني أنت فئة ثالثة، كيف بدك ما يكون في تعاطف مع الأتراك بمدينة طرابلس؟ فيهم يتعلقوا بالمملكة العربية السعودية كمرجعية سنية إسلامية. ما وقفت مع اللبنانيين وما وقفت مع السنة بلبنان. وقفت مع مصالحها. من هو سبب الفتنة في طرابلس وحرب المحاور؟ كلهم مسؤولين كتير. أنتوا عم تقولوا نحن مجتمع أوباش منفيق من عبكرة من نبيع أغراضنا حتى نشتري سلاح ونعمل إمارة سلفية. أنتوا الأوباش لأنكم أنتوا يلي عم بتوزعوا سلاح. اللي بيحرضوا حميتهم الدولة واللي عم بيفوتوا على السجون هن بأغلبيتهم أبرياء. بين هالاثنين مين؟ هو هالزعيم ما كان يحكى أنه كان يدفع مصاري لتمويل السلاح، لتمويل المحاور بالسلاح؟ طبعاً. الرئيس ميقاتي رفع عليك دعوة بشكات بلا رصيد؟ يلي جربوا يعملوا مشاكل من هالنوع أشرف ريفي. لن يفلس ولا بيقدر أشرف ريفي ولا أكبر من أشرف ريفي يفلس. عوني الأحدب الأب وعوني الأحدب الإبن. ديو غنائي مع إليسا أو مايا دياب، مين تختار؟ بحبها. آخر اختيار محرج بس محرج. بين كاسم بيد وبين ميا خليفة. يا سيدي خليني بكاسن بيد، ما معي 16 مليون. اوف. سؤال محرج بالسياسه. بيجي احمد حريري على طرابلس بيبعت وراهم هول كلهم اللي طلعوهم من الحبس وبيقول اجتمعت مع قيادات طرابلس واخذنا قرار عنكم، مين حضرتك لحتى انت تجي تحط حالك بموقع قيادي؟ من الاقرب اليك في طرابلس اليوم؟ حجيبك بصراحه، كلهم اقلام. بدك تشوف الايد اللي بتحركه. أنا المقاطعة هلأ من قبل معلمينه. مين معلم الجماعة الإسلامية؟ مين معلم آل كرام اليوم؟ لولا حزب الله ما بده إياه بيعمل وزير. مين معلم تيار المستقبل؟ مين معلم أشرف ريفي؟ بكرة بشوف منين بيجي التمويل. مين معلم نجيب ميقاتي؟ معلمه مصرياته. بتعتبره فاسد؟ شو بتعتبرها هيدي؟ إحنا برا يلي بيمولوا بيقولوا لك الجيش كافر، حامينهم مخابرات الجيش، ما حدا غريب حاميهم. موقف محرج لما زرت الثوار بساحة النور، تم إنزالك عن المنصة، رفضوا أنك تحكي، تطور فيما بعد إلى إطلاق نار. لماذا مصباح الأحدب استهدف هذا الاستهداف من قبل الثوار؟ مين قال لك بدي اعمل سوبر ستار؟ انا مبسوط مثل ما انا، كل يوم بغني. كيف واجهت الانتقادات من اهل طرابلس؟ اليوم المشايخ اللي بده يجوا ينتقدوني بيشتغلوا عند المخابرات، بتفرق معي يعني؟ او هن اللي بيقدروا يحكوا باسم الاسلام؟ بدك تسمح لي لاول مره بدي اقول لك ماني مصدق.